السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدول للكتاب بدورته 24. بداية أكيد نعزي أهلنا في نينوى، في سهل نينوى بالتحديد بمنطقة الحمدانية، بسبب الحادث المؤسف اللي ألمنا جميعا باستشهاد المجموعة من الأهالي تقريبا 114 شخص. تعازينا الحارة لهم وإن شاء الله الصبر والسلوان إلى ذويهم. اليوم راح ناخذكم بجوله ان شاء الله تكون ممتعه على مدار هذه الساعه، نتنقل من دار الى دار ومن كل الزبائن الموجودين في معرض الكتاب، ونشوف اخر التطورات به على صعيد الكتب، اخر الاصدارات وايضا انطباعات حول المعرض. نبدا وياكم من دار الورشه الثقافية. هذه الدار معنية بمجموعة من الكتب، عندهم عروض جميلة جدا راح نتعرف تفاصيلها مع الأستاذ. السلام عليكم، تفضل هنايا، تعرف على حضرتك. كاظم شويلي، روائي وناشر. يا أهلا وسهلا. دار الورشة الثقافية. تمام، ممكن تعريف لي هذا الدار؟ أولا نشكركم قناة الأيام وكادرها على هذا الحضور وهاي التغطية، لأن هاي التغطية مهمة جدا، توحي وتعطي انطباع على ازهار بغداد. هاي النقطة المهمة. يعني دار الورشة تأسست من 2007 شغلنا جريدة، بعدين شغلنا جلسات ثقافية بمركز الثقافة البغدادي، بعدين 18 بدينا نطبع للآخرين لأصدقائنا، يعني طباعة زهيدة جدا وجودة الطباعة ويعني سرعة، يعني نعطي الكتاب للكاتب نعطيه خلال 25 يوم سلم الكتاب. سريعين بالطبع. سريعين. وأجوركم مناسبة. أجور مناسبة، يعني نطبع مثل هذا الكتاب سعره، يعني سعره 250,000، سعره 100 صفحة 100 نسخة، سعره زهيد جدا قليل. وجودة عالية، شوف الجودة، هاي جودة يعني ظاهر الدول العربية، واحنا افضل، انا مطمئن افضل من كثير من الدول العربيه. هذا كتاب نشوف الجوده مالته ومسلفن ويصدر من شارع المتنبي. اسعاركم شفتها جيده، يعني مثلا هذا الكتاب على 1000، خمس كتب، هاي خمس كتب، خمس روايات او قصائد او يعني دراسات نقديه، هذا الخمس كتب يعني كتاب ب1000 دينار، يعني هاي يعني احنا قاعد الكتب اللي احنا نتبناها يعني 1000 دينار. شو رايكم بالمعرض وانطباعكم على اجواء المعرض خلال هالعشر ايام؟ والله يعني اداره الدكتور عبد الوهاب الراضي اداره مهمه جدا، وسهلت للقارئ وللناس جميعا، سهلت مبادره حلوه، وهي يعني اي واحد يدخل المعرض يعطونه كارت بقيمه 25,000 مجاني، هو وعائلته 2 3 5 يجون مجاني يشتري 25 كتاب. هذا صاحب هذا الكارت او الكابون يشتري من هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان اي 25 كتاب، هذا نسلمه، احنا نسلمه وللدارة يعطونا 20,000. مع ذلك يعني مبادرة للكاتب للدور وللقراء، هاي مبادرة مهمة جدا. نعم احسنتم، شكرا جزيلا استاذ، موفقين. اكيد احنا مستمرين وياكم في جولتنا هذه المباشرة. هذه الكتب مثل ما ذكر الأستاذ، خمس كتب على 5,000، وهذه 3 على 5، هو قال على 2000 بس أنا سألته قبلها قال لي يشتري 3 ب5. السلام عليكم، تفضل. يا سهلا، هلا ومرحبا. عليك حارث كاظم أني مسؤول عن دار المهال الطباعة والنشر والتوزيع. شنو انطباعك على المعرض خلال هاي العشر أيام؟ والله في هذه السنة أكو فد ميزة حدثت في معرض بغداد الدولي للكتاب الدولي العفو، أنه استطاع المعرض أن يجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين حتى اللي غير مهتمين في القراءة، وهذا مؤشر مهم جدا، يعني من خلال مشاركتنا السابقة بالمقارنة هذه الدورة حدث فيها إقبال كبير بفضل الفعاليات اللي سووها، من ضمنها مبادرة اقرأ اللي صار عليها الندوات أيضا، والشخصيات اللي تم دعوتها من الداخل أو من خارج العراق، كل هذه الأمور ساعدت في أن يكون المعرض هذه السنة نموذجا للمعارض الدولية. هذه السنة ناجح جدا. نعم جدا، يعني كدار نشر عندنا هواي أكو تسهيلات صارت، كل معرض نحن نعرف تصير بمثلا معقبات أو هي شيء، النجاح يكون من خلال تذليل هذه الصعاب والمعقبات أسهل طريقة ممكنة، كل هاي الأمور هي ساعدت في نجاح المعرض هذه السنة. شكرا لك، موفقين وإن شاء الله آية الرزق لكم. شكرا لكم، موفقين، أكيد مستمرين وياكم. سلام عليكم ست شونس، تعرف عليك؟ زينب عامر.
زينب شنو طالبة؟ عرفين عنها. زينب طالبة سادس، نجحت المرحلة الأولى. يعني وين مرحلة؟ شو درتي؟ بعدني حد أمام مقدمة. ليش ما مقدمة؟ ليش ما قدمتي؟ بعد حد أمام يعني تقديم. إيه تمام، إن شاء الله موفقة. شنو حلمك؟ شنو تريدين تصيرين؟ باختصاص معين لو تربية. قسم تربية. تصيرين مدرسة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. حلو، يعني جيدة، راح تكون إن شاء الله أم مربية لأجيال قادمة. شلون تطورين مهاراتك بالتربية بما أنه أنت راح إن شاء الله تدرسين تربية؟ التربية من خلال التعليم، أنا كلش أحب هاي المهنة، أحب أعلم الأجيال سواء تلاميذ يعني أو طلبة، أعلمهم على الأمور المنهجية، وأحب أعلمهم على أمور يعني خاصة بي أنا، يعني الشيء اللي متعلمته بعيدا عن الدراسة. أخلاقيات يعني. أخلاقيات بالضبط، عقائديات يعني بوقت الفاصل، بوقت اللي ما عندنا درس. أحب دائما من أنا وصغيرة ببالي هاي الفترة. إي أحب أعلمهم هاي الطرف، فلذاك اتجهت هاي المهنة التربية. نعم. طيب شفتي المعرض؟ هاي أول مرة زيارتك إلا لو أول مرة؟ لا أول مرة. شنو رأيك بالمعرض؟ انطباعك على الموجود؟ صراحة كلش انبهرت بالمعرض، من حيث العاملين بالمعرض، ومن حيث تأسيسه ووساعته، ومن حيث جمالية الكتب، من كل النواحي جميل. وحقيقة يعني كلش انبهرت به، كلش حبيته، كلش يعني. يعني استمتعتي بالموجود؟ زين، رحتي للكابون، حصلتي على مبادرة اقرأ الكابون الخاص بكم الشباب؟ لا لحد الآن لا ما رحتي. لا يعني بس اطلعت يعني على الكتب، اخذت اطلاع عليهن، عجبني كم كتاب واخذته. موفقة، شكرا جزيلا حبيبتي، إن شاء الله نشوفك في أعلى المقامات. استمرين وياكم أحبتي. أكيد أكو بس شوية ملاحظة، ماكو أماكن جلوس، يعني الناس كلها دا تفتر، وتعرفون اللي يعني يحتاج واحد مكان يقعد به، كراسي مخصصة للقراءة، للرسم مثلا. أنا شفت بالدورات السابقة الناس تفترش الأرض، يعني في وين التمثال اللي موجود اللي يدل على القراءة، كل سنة يبدعون بتمثال معين، لكن هذه السنة ماكو. أتمنى بالجايات مثلا يخصصون مثلا يسوون أكثر من قاعة، وبين القاعات فد يسوون طاولات جلوس للقراءة حتى الناس ترتاح وتقعد وايضا تقرا. اكيد هذا الدار خاص للاطفال، وشفتي هواي اطفال جايين عليه، لان بالعاب تنميه بشريه. ننتقل الى العتبه العباسيه المقدسه، بس هذه شعبه الطفوله الناشئه. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. والعتبه دائما مهتمه بالفكر، اولا اول ما بدت هو بالفكر الدراسات، وبدت العتبه احنا مواكبيها بالدراسات العليا، وساعدت بهواي ناس عن طريق العتبه، رسالاتهم صارت بكل مكان. بعد ذلك هسه فتحوا دار الطفوله، صار لفتره يعني الحمد لله انه تم تاسيس مجله الرياحين من سنه 2009، وتم تاسيس مجله حيدره من سنه 2017. احنا طبعا مهتمين لثقافه الطفل كلش، عندنا من كتاب ورسام، يعني عندنا وحدات مقسمه في هذه الشعبه. وبالاضافه اللي عندنا انه احنا مهتمين بمسرح الطفل، اللي هي هسه عندنا وحده مسرح الطفل اللي بدها تنتج اعمال داخل العراق وخارجها. هذه يعني متلفزه لو شلون هذه المسرح يعني؟ ام عندكم عروض مسرحيه؟ اي نعم، عندنا عروض مسرحيه نشترك بها مهرجانات دوليه ومهرجانات محليه. قلت أنا مقسمة مثل مجلة رايحين لوحدات، شو تقصد بوحدات؟ بمواضيع مثلا؟ لا يعني مثلا هي اسمها وحدة مجلة الطفل اللي بيها المحررين والصحفيين، كذلك وحدة المرسم اللي هي بعد ما المحرر يكتب القصة تتحول إلى الرسام اللي هي بوحدة المرسم. نعرف مواضيع القصص اللي موجودة، شنو نوع المواضيع اللي يعني موجودة؟ المواضيع عن تربية الطفل، يعني مواضيع تربوية ومواضيع أخلاقية، هذه المواضيع اللي احنا نتناولها، وبالاضافه الى قصص قصيره اللي هي توعويه تكون للطفل. اسعارهم مناسبه؟ اسعارها جدا مناسبه، اللي هي مدعومه من العتبه، سعر المجله 500 دينار. حلو. ومختلف الاحجام هاي، دا اشوف كبيره وصغيره. طبعا مجله الرياحين تتحدث عن سن من 6 سنوات الى 12 سنه، ومجله حيدر العفو تهتم مجله من 12 سنه الى 17 سنه، والرياحين من 6 سنوات الى 12 سنه. خلينا نشوف وحدة أنا جذبتني، يعني هاي مجلة حيدرة اللي الأطفال يعني بعمر مراهقة، شوف يعني ايش لنا على المواضيع الموجودة فيها. ماذا تعلمنا؟ يعني هاي تحكي عن الشهر محرم الحرام، لأن هذه واكبت مع شهر محرم طبعا. ايه لقاء مع مبدع، هاي كل فترة احنا نسوي لقاء مع مبدع، شنو الموهبة اللي عنده؟ يعني مثل هذا المبدع عنده، المصمم الصغير عنده هواية بالتصميم الجرافيك.
ومواضيع أخرى يعني نحكي عن سينما. الرسم قبلها، الرسم بالذكاء الاصطناعي. أي. هذا موضوع يواكب التطور الحالي. صحيح. صحيح. غيرها مثلا مواضيع فلسفية، مواضيع صحيح. تاريخية، خارطة بابل، مواضيع دينية. عندنا موضوع خاص اللي هو بالسينما، كل يعني كل إصدار نحكي عن موضوع معين أو فيلم أنيميشن نزل بهذا الشيء ونشرحه. وأيضا مثلا هذه الرياضة، محبين الطبيعة أيضا حلوة، وأصلا هي نمي الأفكار، مجلة متنوعة، معلومات عامة مفيدة. عشتكم موفقين دوما، توفيقات السيد مولاي أبو الفضل العباس. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. أكيد راح نستمر وياكم. السلام عليكم، شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. تعرف عليك؟ دكتور عامر صالح. شنو اختصاصه؟ تاريخ عراق. أهلا وسهلا. التاريخ أكيد يحتاج لمراجعة، يحتاج إلى تطوير، اطلاع أكثر. شلون شفت الدور اللي موجودة باختصاصك؟ طبعا في البداية نشكركم طبعا كإعلاميين على نشر الواقع اللي التاريخي والاجتماعي اللي موجود في بلدنا، وحقيقة الحضور إلى معرض بغداد دول الكتاب يسر القلب لكثرة الجمهور رقم واحد. شغلة ثانية تنوع الفئات اللي موجودة حقيقة في المعرض، وحقيقة تنوع دور العرض، والكتب ما شاء الله يعني نتاجات جديدة كثيرة. نعمل حقيقة بمساحة من الحرية في الطرح أكثر يعني على مستوى الكتب، وإن شاء الله القادم أفضل يعني. قلت لك باختصاصك، شلون شفت الكتب اللي موجودة تاريخية؟ الحمد لله كتبها لاحظت تقريبا 20% عربية وليست عراقية. مشاركة 14 دولة، والبعضها أكثر من دار نشر، 450 دار نشر. فأكيد هو الأولوية لأشقائنا مع الموجودين، أكيد عندنا هواي من العراق. صحيح. سألتين عن اختصاص التاريخ، واختصاص التاريخ العراقيين هم أكثر الناس قربا للتاريخ، خصوصا العراق بمواضيع كثيرة تتحمل المواضيع التاريخية، لذلك قلة الدور العراقية قلل المادة التاريخية، انعكس يعني شيء على شيء يعني آخر يعني، خصوصا بالضبط يعني الدور العربية كل الاحترام لها أكيد يعني نتاجاتها غزيرة، لكن ركزت على مواضيع التنمية البشرية، الاقتصاد وأمور أخرى يعني الروايات أو غيرها بالضبط، عكس ما موجود بال ميزة الدور العراقية أنه تتخصص بمواضيع معينة ومن ضمنها حقيقة التاريخ، لكن هذا لا يبخس حق المعرض حقيقة بالنتاجات وطريقة العرض ودوركم أنتم كإعلاميين في نشر تلك الثقافة، وسنسن بوجودكم يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ، إن شاء الله تلقى مواد تاريخية كثيرة. شكرا لك، الله يحفظك، موفقين إن شاء الله، أكيد مستمرين وياكم. خلينا ننتقل إلى مكتبة مهمة وأنا تابعتها، بها ملاحظة مهمة كانت في شهر محرم الحرام، كان بها موضوع مهم راح نشرحه، بس أول شيء خلينا نتعرف على هذا الدار، دار ومكتبة رؤى من لبنان. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تشرفنا بكم، نورتونا. الله يخليك، الله يسلمك. عرفنا عن الدار. طبعا احنا دار رؤى من البحرين، وايضا اي نعم البحرين انا شفت لبنان لكن هو بحرين. نعم تمام صحيح. وايضا دار ام ايمن ايضا مشاركه معنا في هذا الجناح. اشرح لي هسه داركم الخاص بكم، شنو النتاجات اللي موجوده؟ احنا طبعا دار مختصه بادب الطفل. نعم. ونقدم مجموعه من قصص الاطفال والعاب الاطفال اللي تربطهم بأهل البيت عليهم السلام. شاركنا في هذا المعرض لأول مرة، وإن شاء الله أكيد راح نشارك في بقية المعارض بإذن الله. إن شاء الله. نجي على دار أم أيمن. أم أيمن ساكنة في دولة أوروبية أعتقد. نعم نعم نعم. نعم طبعا هي أم أيمن اهتمت بأدب الطفل باللغة الإنجليزية، وقدمت مجموعة من القصص باللغة الإنجليزية، يعني هذه نماذج نعم بالفكر يعني بالفكر الشيعي، وقدمت مجموعة من القصص في هذا المجال، مثل ما احنا قدمنا ايضا مجموعة كبيرة من قصص باللغة العربية، قصص اهل البيت عليهم السلام، قصص عن عاشوراء، قصص عن الحسين وعن بقية الأئمة عليهم السلام. والعكس انتم في اللغة العربية في دار ومكتبة رؤى، وتقدرون تتابعوهم على الفيسبوك وعلى كل المواقع. ام ايمن باللغة الانجليزية وهي من لندن. شوفوا الفكرة الحلوة، في شهر محرم الحرام انتجت هي لعبة بهذه اللعبة، لابسة الزي
حلو اسود، هذه بنيه واكو ولد واكو جنطه، واللي اللي اجوا من لندن بزياره الأربعين ارتدوا هذه الجنطه. فكر حلو بطريقه توصل للاطفال بهذا المستوى، احييها. تحياتي لها، انا ما لحقت عليها للاسف، سافرت لندن. تحياتنا ام ايمن، وان شاء الله ايه الرزق لها وموفقه بحق الحسين. الله يحفظكم. الله يحفظكم، شكرا لاستضافتكم، الله يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يخليكم. مشاهدينا راح نكمل وياكم لكن فاصل، من بعدها راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا، بالإضافة إلى ما موجودة فئة مهمة جدا هي شريحة الأطفال، ومعتنين بها بالمعرض في دور خاصة للألعاب التنمية. الدار العراقي اللي هو مركز أبجد هوس للتنمية الفكرية والتعليمية، شفناه في مهرجان الطفل سابقا. اليوم عندهم فقرة كلش حلوة، في ألعاب كبيرة مو صغيرة، هذه لعبة هذه لعبة ناهماتين لعبة، راح نعرف تفاصيلها مع الأستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلم. مركز أبجد هوز اللي نعرفه هو للتنمية العقلية الخاصة للأطفال بهواية الأشياء، تلعب يدوية يعني ملامسة حسية بالضبط. اليوم شفت ألعاب كبيرة. هذه الألعاب الكبيرة هذه أول مرة بالعراق، اللي هي ألعاب فكرية بالحجم العملاق اللي احنا ضفناها إضافة جديدة، وكانت هي الألعاب اللي وفرها مركز أبجد هوز. هسه خلينا نلعب شوي. هاي شنو هاي؟ اكس او. الله، واربعة بخط واحد، يعني هنا انا مثلا مسوين واحد اثنين ثلاثة بالواني، اللون الاصفر اذا وصل هنا افوز. كل واحد راح يختار لون، كل واحد يجي دوري يخلي قطعة، اذا تحبون نشوفها بس. شوفوا هاي لعبة الاكس او بس كبيرة، تفيد يعني الروضات حتى بالبيت، لعبة يعني شوية تنمية عقلية بها. شوفوا هنا هو فرغ الالوان بالاحمر والاصفر، كل واحد فريقين يصير؟ فريقين، منو اللي يعني كل واحد يجي الدور، مثلا ثاني فريق الاصفر راح اخلي هاي القطعه هنا، أنا اجي دورك راح تختاري؟ انا اختار الاحمر. حمراء اختلف المكان، الفكره شنو؟ انه اللي يسوي اول اربعه بخط واحد راح يفوز بالجيم. هذه الطريقه، طبعا هذا بهالحجم العملاقي اللي موجوده صغيره. يعني اللي موجوده يطلع قياسها تقريبا 30 سنتيم، احنا سويناها بالحجم العملاق اللي هو خشبي. وهذه راح تكون هي صاله اصلا، وان شاء الله بالمستقبل راح نطورها. وانا ذكرت انه مو فقط بالروضات والاماكن، حتى العوائل يقدرون يشتروها وبالبيت. يعني بالمراكز، بالمولات، تقدر تصير باي حديقه البيت. اكيد اللي يعني تاخذ اصلا مو ماخذه مساحه. يعني هي راح تصير شلون الالعاب اللي هن الضخمه اللي نعرفها مثل البلياردو وغيرها، تجي حجم العملاق وهيك. هذه دخلنا الالعاب الفكريه بالعراق انه راح تجي بهالطريقه. هذه لعبه كوريدور، لعبه فكريه جماعيه يلعبوها اربع اشخاص. واحد لون مثلا اللون الاخضر. يختلف النمط عن هذه اللي هنا. أنا كوريدور هي اللي احاول ان يكون اوصل للهنا حتى افوز بالجيم. يقدر اي اكيد بالمقابل، هو راح يجيني عندي حواجز، فهو اذا وصل لي لهنا، اذا اجى لهنا مثلا يتقدم خطوه خطوه، راح اخلي انا حاجز له ليش حتى اخره وازيد الخطوات له. فوصل لهنا مثلا اقدر اخليه هنا قطعه، راح يضطر هو يجي لهنا، راح اسد عليه هذه وراح يروح راح يرجع يفتر منه. فزيدت على الخطوات، خطوات الوقت حتى انا ازيد خطواتي اسرع اصير واعبر له. فهاي تبقى الاستراتيجيات اللي عند اللاعب شلون بعدها يمه، وهي تنميه عقليه وشلون يعني لازم يطلع من هاي. انت سويت تحصين له، تشتغل على التخطيط بالدرجه الاولى، العاب التخطيط الذهني. اللعبه الثالثه اللي هي هذه لعبه حبل المفاجات، هذه هم سوينا. طبعا عندنا هذه الصغيره سويناها بالحجم العملاق، طبعا هذه كلها من خشبي. هذه تصير هنا بهالطريقه، احاول اني الزمها منها اصعدها، امشي على المسار هذا الاسود لحد ما توصل للاخير. تمام، فبهالطريقه هذه بهالشكل احاول اني اصعدها بدون ما توقع بذن الفتحات اللي موجوده هنا، احاول اوازنها. هذه تشتغل على التركيز، التواصل الحسي والتآزر البصري اللي هو التنسيق بين العين واليد. تشبه اللعبه اللي هي شايف اللي دق جرس وهيك، لازم توصل توصل انت هذا يمشي. هذه هم مالت الاعصاب هذيك، حتى هي تشتغل هم للاعصاب، تشتغل على التركيز، وتشتغل اللي هي احنا نسميها كن طفل حاول نهدئه، يعني اللي عنده فرط حركه وغيرها، نعطي العاب فرط الحركه بنفس الوقت نعطي العاب اللي هي يكون يحتاج للتركيز وصبر، فتشتغل على الصبر بالدرجه الاولى. مختارين ايضا ماده الخشب، ملاحظة يعني مادة الخشب هي تفرغ يعني الشحنات الكهربائية والمغناطيسية بالجسد. لما
فرخه وبنفس الوقت يعني هي تعطيها فخامه، تعطيها الكواليتي طبعا مالتها هو يعني درجه اولى احنا اللي مشتغليها. مثل ما قلنا ذني الالعاب اللي هي هاي اول تجربه ان نزلناها، طبعا هي مثل ما قلنا ما موجوده بالعراق، هاي اول مره احنا نزلت في معرض بغداد دول الكتاب بالدوره ال24. شلون اسعارهم؟ اعطينا فكره. ذني مو للبيع يعني، ذني مجرد على الطلب. لا لا، ذني احنا ضايفيهن صاله سويناها هذه مجانيه، يجون الزبائن اللي يطلب منك انه يريد منها، اللي يطلب منها يريد. اذا اكو طلب خاص يعني يقدر يراسلنا على الصفحه، نقدر نوفر له، شوف شلون راح يصير ترتيب، نقدر نوفر هيك. اذا كمراكز يعني احنا هيك يعني مو اشخاص، لان هذه اسعارها شويه غاليه، لان هذه الكواليتي مالت الشغل. احنا اللي موجود عندنا الاحجام الصغيره يعني اللي هي قاعدون يخلوها العاب البورد جيمز اللي يخلوها على الطاوله ويلعبون عليها، موجوده من هذه، موجوده من هذه، موجوده من هاي، متوفره. اكو اضافات جديده للالعاب نشوفهم؟ يلا خلينا ننتقل نشوف الالعاب. هذه لعبة الجينج العملاق، هذه هم جديدة، هذه هم الأول مرة. كانت هاي الصغيرة، هاي كانت هاي الصغيرة، هسه سوينا الحجم العملاق الخشب مالت الزان روسي، هذه هم الكواليتي يعني درجة أولى، هاي هم الوحيدة بالعراق اللي موجودة عندنا اللي هي الحجم العملاق. إضافة انضافت، وأكو بقية الألعاب اللي هي ألعاب التفكير، ألعاب التخطيط، أكو ألعاب للأطفال هم موجودة للتوحد، أكو عندنا يعني في قسم للتوحد خاصة ألعاب التوحد بهذه الطريقة. واسعارها مناسبه يعني هسه هاي مثلا ب 6000 سالت عليها انا عجبتني. زين تحبون تمشون لهناك يعني تشوفوا البقيه؟ خلينا نشوف البقيه. باعوا هذا كلش حلوه ومفيده وموجوده، صفحتهم موجوده على الفيس وعلى انستغرام، تقدرون. اي يعني احنا مركز ابجد هوز الالعاب والوسائل الفكريه، توصيل موجوده عندنا. احنا هدفنا انه نحاول نوفر هذه الوسائل وتكون هذه الوسائل موجوده بكل بيت عراقي، افضل من الوسائل الالكترونيه، بنفس الوقت افضل من الالعاب اللي هي التقليديه اللي هي اللعاب المسدس، لذني الاشياء احنا اللي ما نريدها للطفل، نريد له نعطيه العاب فكريه تنمي مهاراته وقدراته الذهنيه، هذا هدفنا الاساسي. كل سنه تفاجئوني بشيء جديد. والله موفقين، عاش تيتكم، وان شاء الله ابداع اكثر بافكار هذه من هم المركز نفسه دا يفكر باشياء جديده هو يقترحها، ولكم براءه اختراع على كثير من الالعاب. التفكير والتركيز وغيرها، بس شنو اللي بيها مشكله؟ انه من خلال التجربه، من خلال جربناها ويا العوائل، جربناها على الشباب، جربناها على الاصدقاء بصوره عامه، شفنا انه تعلم اللاعبين على الكذب يعني تخليه انه يحاول يجذب حتى يكذب حتى يطلع يفوز، نفس الوقت تصير مشاحنات. فاحنا نشتغل على هذا الاساس انه اللعبه تناسب مو تضر، يعني حتى هاي التفاصيل الدقيقه احنا مركزين بيها، نحاول انه نوفر الشيء الافضل والاحسن للمواطن العراقي وللعائله العراقيه بصوره عامه. شكرا لك، موفقين دوما ومزيد من الابداع، الله يحفظكم، اكيد مستمرين وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ تعرف علي؟ حيدر من بغداد، حيدر حسن. زين شنو تعمل؟ وظيفتك؟ كاتب. تمام. تحب الكتب، قراءة الكتب؟ اليوم شلون شفت المعرض، اجواء المعرض شلون؟ احب الكتب والله، اجواء جميله. هاي ثاني جاي ان شاء الله. ودائما احنا كل دوره نجي مال الكتاب. بدك وياه؟ شو اسمك؟ علي. علي شنو حبيت هنا بالمعرض؟ الكتب الثقافيه يعني مال شو اسمه؟ القصص، قصص الاطفال. شارك هوملز. اي انت وين؟ مش هالكم البرمجه. البرمجه ما احبهن. تمام. اكو بالعتبه العباسيه اللي قدام الورانا، هذا الفرع سي، في كتب خاصه لعمره وقصص وباسعار كلش بسيطه ب 500 دينار، تقدر ايضا تستفاد منها. اكيد انا اقول اعلان، مو اعلان، العتبه العباسيه تستحق. شكرا. الله يحفظكم، اكيد موفقين. مستمرين وياكم. السلام عليكم استاذ. الله يحفظكم، موفقين. السلام عليكم، حياك الله. الله يساعدك. اي ابو مباشر، شلون الصحه؟ هم تعبان؟ لا لا ان شاء الله، السرور ان شاء الله. الله يحفظك. عليك المؤرخ وادي الحسني. الله يحفظكم ان شاء الله. انت في الوادي الخاص بك. ان شاء الله. حقيقه العاملين على هذا الصرح الثقافي يستحقون كل الثناء والشكر والتقدير. حقيقه هو هذا فعلا صرح ثقافي ادبي لملتقى كل الكتاب والأدباء والمتذوقين للأدب خاصة العراق. العراق حقيقة يفتقر إلى هكذا لقاءات وأدبية. اليوم نشاهد العراقي متجه فقط للطعام والشراب والهاي، لكن من يجي هنا يتذوق
الفكر الإنساني والأخلاقي من خلال الكتب. طيب نعم. شنو اللي عجبك لحد الآن بالكتب الموجودة المطروحة؟ حقيقة أنا وضعت حقيبتي وأنا يعجبني أن أكون من ضمن الكتاب اللي وزاراتهم موجودة في مؤسسة ثائر العصامي. نعم. إن شاء الله لك إصدارات. تمام. طيب بصورة عامة الكتب الموجودة بالمعرض بالمستوى المطلوب شنو رأيك؟ والله شوف، إحنا نكون واقعين في الكلام. يفتقر هذا المكان اليوم. أنا الاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، هذا يعني هو اتحاد شامل لكل أدباء، اليوم هو غير حاضر في المؤتمر لأسباب خاصة بهم. أي هذا يعني اليوم أي موضوع خاص هذا الصريح يجب أن يكون متكامل، يجب أن يكون متكامل من كل الجوانب. نعم. أنت اعتبت على عدم وجودهم. تمام. لكن الكتب بصورة عامة هي تواكب كل الفئات العمرية وخاصة بأعمارهم. شكرا لك أستاذ وادي، إن شاء الله موفقين. الله يحفظكم. السلام عليكم أستاذ، شلون الصحة؟ تعرف عليك؟ مصطفى عيني. شنو عملك؟ أنا طالب قانون. أنا شفت هواية دور خاصة للقانون، يعني هذا شيء جيد. جيد أصلاً. والله يعني من شفته صراحة، أنا جيت للمعرض شفت هيك اهتمام بالقانون وبالأدب وكذا، يعني زيادة معرفة إن إحنا كطلاب نجي نلاقي أساتذة كبار يوجهونا بطريقنا، يعني قراءة الكتب ومنهجية الكتب شنو هي. كتب العربية الخاصة بالقانون طلعت عليه. يعني بدينا نطلع على شيء من اللي احنا اختصاص به مثلا، يعني لقينا اساتذه اختصاصك انت بالضبط. انا قانون، يعني طالب قانون. مو هو بعدين راح يصير يا اما مدنيه، هذا بعد في يعني بعد التخرج ان شاء الله نقدر نتخصص بالمواد اللي اي نعم. بالك اختصاص معين راح والله انا يعني اختصاصي قانون مدني، احب كلش الاحوال الشخصيه. لا قانون مدني يعني بصوره عامه نقدر نقول عليه هيك شيء. ان شاء الله موفق وان شاء الله تلقى الشيء اللي يفيدك. زين، خليني اسالك سؤال، رايك بالمعرض بصوره عامه؟ والله يعني فقط في القانون؟ لا لا اكيد، المعرض هو رؤيه لثقافه العراق وتاريخه، يعني اللقى من كل العلوم موجوده باسلاميه سواء كانت مدنيه كيميائيه او علوميه، يعني شيء كلش راقي، يعني هو نقل، يعني المعرض نقله لتاريخ العراق وحضارته السابقه. احسنتم، شكرا جزيلا، موفقين، السلام عليكم. الله يحفظكم، موفقين إن شاء الله. أكيد إحنا مستمرين وياكم بتغطيتنا هذه المباشرة من أرض معرض بغداد الدولي للكتاب، وهذه الجولة ودا أشوف الأعداد تزيد ما شاء الله بأعداد الزائرين للمعرض وأيضا للوافدين، حتى أدا أشوف عرب، أدا أشوف أيضا من دول أخرى مو فقط في من العراق، يعني أيضا زوار للمعرض الوافدين من المؤلفين والكتاب من الدول الأخرى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، حياكم الله. شو رأيكم بالمعرض بصورة عامة؟ يعني واقعا أنه إحنا كأمة إسلامية تسمى أمة اقرأ، فهذه البادرة بادرة معرض بغداد أو المعارض الأخرى التي تنشئ، لكن معرض بغداد إلى فد وقع وإلى فد أثر باعتبار أنه في العاصمة وتشارك فيه دور نشر عالمية، هذا تشجيع على القراءة وتشجيع على الثقافة وتشجيع على الوعي، بالإضافة إلى تنوع الثقافة، تنوع دور النشر والاختصاصات اللي موجودة بيها، هذه يدل على تنوع الثقافة، إقبال الناس حتى لو كان أنه مجرد الحضور إلى هذا المكان، يعني اهتمام الناس بالكتاب واهتمام الناس بالثقافة في الوقت الذي أنه توجه فيه أغلب العالم، لا نقول أغلب العراقيين إنما أغلب العالم إلى مواقع التواصل الاجتماعي، نحتاج إلى إعادة الناس إلى الكتاب وقراءة الكتاب وفهم الكتاب بصورة صحيحة وتفعيل دور الكتاب في المجتمع، لأنه الأجيال السابقة إنما ثقفت وتوعت وفهمت هذه الحياة بصورة صحيحة من خلال الكتاب. أحسنتم شيخنا، أنتم دائما تجون خلال هاي العشر أيام؟ نعم، إحنا كل ما يعني يعلن عن معرض بغداد نجي، هالمرة لا، هاي المرة الأولى لأنه كنا ننظم فد زيارة باسم مدرسة عندنا، مدرسة أشبال، مدرسة أشبال جواد الأئمة، ننظم لهم زيارة فشغلنا الأيام بالترتيب للزيارة. شوفهم المدرسة هنا يم دار الصادقين. يم دار الصادقين، فنظمنا أنه مجيء المدرسة ما يقارب 30 أو 32 طالب من المدرسة برفقة بعض الأخوة من طلبة العلم حتى يطلعون ويفهمون ويشوفون أيضا ممكن أنه يناسب أعمارهم بعض الإصدارات
ايضا يتزودون من عندها. تشتروا لهم هذه الكتب؟ نعم ان شاء الله تعالى نزودهم بهذه الكتب، وايضا احنا حتى في مكان دراستهم يعني في المساجد مزوديهم بعض الكتب وبعض الاصدارات اللي تناسب اعمارهم. ما شاء الله، توفيق لكم ان شاء الله دوما. اليوم هم صاحبين المدرسه وجايبين المدرسه يعني ما اعرف ايش اقول، عشيتكم الله يوفقكم، ميزان حسناتكم الله يحفظكم، شكرا لكم. السلام عليكم الاساتذه، تعرف عليكم يا اهلا. قانونيين مبين من الميزان. احنا تجمع القلم القانوني محامين محافظه النجف الاشرف. يا اهلا، نورتوا بغداد الله يحفظكم. هاي زيارتكم الاولى اليوم للمعرض؟ نعم زيارتنا الاولى، نشرف هنا معرض الكتاب الدولي. خليني بدوي الاخ مو متكلم. شنو رايك بالمعرض بسرعه؟ معرض يعني هو يحتوي على العلم والعلم والمعرفه والكتب القانونيه اللي تفيد اليوم المواطن اللي يحتاجها بحياته اليوميه، وعندنا الان الكتب الدينيه اللي هي من بعض كتب المراجع الدين العظام، وعندنا الكتب اللي من بعض الدول العربيه اللي بيها ذات فائده. اطلعتوا على الكتب القانونيه شرح؟ والله كتب كلش حلوه متنوعه، يعني نفتر بالازقه بين المعرض صراحه الكتب تستلهم الشخص للقراءه والمطالعه. احنا اليوم ننوه انه القراءه جدا مهمه، الشعب العراقي المعظم عنده ابتعد عن موضوع القراءه، فاحنا نرشد انه المدارس وزير التربيه وزير التعليم العالي يقوي عنصر القراءه عند الطلبه، عند طلاب الجامعات، يوم الطالب يتخرج عندنا ضعيف بالقراءه صراحه، فهي المعارض وتجديدها بشكل مستمر مو مره بالسنه او مرتين بالسنه، نخليها يعني باستمراريه تمام، يعني صراحه نشوف هاي الوجوه، نشوف هاي العوائل اللي تفتر هنا، هي العوائل تطلع على هالشيء تمام، لكن ما وجد الداعم لهذا الشيء، ونتمنى خير العراق والامن والامان ان شاء الله. في النجف سمعت قبل فتره كان اكو معرض خاص للكتب. بلي بلي بشكل متكرر يعني بشكل موسمي، معرض كتاب النجف الاشرف مستمر كل سنه. شأن اللي بغداد، والحضور نفس الشيء ما شاء الله، حضور حلو، النجف معروفه كمركز ثقافي، مركز ديني. من الاسواق عفوا مكاتب الحويش القديمه التاريخيه والى الان، اذا صار توسع راح يصير توسع مو بس على شان الكتب، كل مكان الحمد لله اشكر. سمعت اني عفوا يسعدنا نشوف حضور صحيح، وزاره الثقافه والتعليم العالي جاءت تشتغل بشكل ممنهج لترويج للقراءه، ويسوون مسابقات ما اعرف اذا الكل عندهم معلومه، فجاي يسوون معلومات عفوا جاي يسوون منافسه بين الشباب للحث على القراءة، فهذا الشيء يسعد والله، شيء فرحنا شيء فرحنا، واكو شغل صحيح الحمد لله. يعني سواء نجف او بغداد احنا ذوي الدخل المحدود وفئة المتوسطة كثيرة، لذلك هنا كانت مبادرة اقرأ من وزارة الشباب والرياضة، لكن انا سمعت في النجف كان اكو مبادرة اخرى يعني للقراءة، تسامعين عنها انتم؟ اكو مبادرة صح، اكو قسائم اللي صارت دعم من الوزاره بشكل مباشر قيمه 25,000 دينار على للدخول للشباب كاكثر شيء، وهذا الشيء اللي يخدمهم بمقدار 25,000 دينار توضع كتب اللي تفيده، فهي تصير هذه كانت ايضا مفعله عندكم في النجف اي بشكل حيوم. ضمن هاي توجيهات معالي وزير الرياضه والشباب الاستاذ احمد المبرقع لدعم للشباب بانه قيمه 25 اللي هي شنو شراء الكتب اللي اليوم المواطن اللي يحتاج الكتاب او طالب العلم اللي يدور ويطلع على المعلومه، فاكو ناس يعني بعض القراء اللي هم ذوي الاحتياجات المحدوده اللي يحتاجون، فمعالي وزير الرياضه والشباب المحترم الاستاذ احمد المبرقع جهود مباركه جيده انه يدعم هاي الطاقات اللي تبحث عن العلم. طيب مناشده اخيره، هي مناشده، احنا الناشد السيد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني قبل مده طرق مبادره رياده لدعم الشباب، اذا تلاحظوها مبادره رياده كانت الخطوات اللي اقروها خطوات يعني ممنهجه ومدروسه، لكن ما طبقت بشكل فعلي. هاي الخطوات لو طبقت بشكل فعلي تخلق امل للشاب. انا صراحه واحد من الناس توقعت انه هاي انا قدمت وتابعها بشكل مستمر، لكن ما لاحظنا شيء ملموس. قالوا ياخذوكم دورات حسب صح، واحنا عندنا كفاءات، احنا تجمع القلم القانوني، اذا ان شاء الله اكو متابعه ان شاء الله تطور مستمر بهذا التجمع، جاي نحاول نتاقلم ويا المجتمع ونطي افكار حلوه للمجتمع، لكن هاي مبادره رياضه العفو
راح تخلي الشاب حتى الشاب المنعزي اللي عنده طاقة بس مكبوتة هاي الطاقة من يشوف مبادرات راح يطلع طاقة. يوم الأرض العراق تحتوي على 65% هو شاب عراقي. تمام، هي وين المشكلة؟ هي مبادرة جيدة قدمت، شلون يعني ما تحركوا؟ طلعت النافذة خاصة بي شلون الواجهة مال. تمام، لكن بحالة انتظار. تمام، لكن من بعد الانتظار شنو غير اكفد؟ مو هي وجبات؟ ماكو اي وجبة لحد الان يعني؟ ما نشرت اي وجبة. انا هسه متابع هو تخلي رقم تلفوني ويتصلون بي. صح انا متابع سيد محمد شاه السودان باستمرار، ولا هو عليه ضغوط حاليا والاحداث الاخيره بالعراق، لكن هلا بالشباب احنا نقولها هي وجبات. صح. ورقم التلفون راح يوصل السره لك ويتصلون بيك. وبعد انا ما اقدر اصرح من كيفي لانه انا شفت التقديم. صح. شفت الكيفيه برقم التلفون ومجموعات حسب الاختصاص اللي انت بيه ينموك بيه وتروح دورات، واكو وسائل نقل، واكو يمكن حتى اشياء رمزيه ينطوها، وبعد ذلك يشجعوكم بالقرض. الشباب انا هسه باسمي عن محامي زيد الزبيدي حتى يوصل رساله للسيد محمد شاه السوداني ومسؤول تجمع القلم القانوني. الشباب المبادره طلعت نتائج، طبعا طلعت احنا عندنا بالنجف 15 طالب طلعوا من النجف انه ربحوا بهاي المبادره، 100 طالب بالعراق كله، كل طالب 5 ملايين هاي جائزه من الوزاره، طبعا تكريم يوم الاحد، فهو هاي همات من الامور الدعم للقراءه بالعراق. اسماء تعرفوها المشاركه؟ يعني احنا عندنا بجامعتنا بالنجف جامعه جابر الحيان الطبيه عندي 3 طلبه فازوا طالبه وطالبين بالطب، احنا جامعتنا جابر الحيان الطبيه بس طب يعني، وهم اللي فازوا هم يمكن اعلى كليه بالعراق، لان 3 كليات 3 من كليه واحده يعني، فهيك فكان شيء لطيف. موفقين دوما. تفضل استاذ نايف، تعرف عليك. بسم الله. عندك ملاحظه اخرى غير الاخوان؟ يعني هم الاخوه جيد جدا ملاحظاتهم حول المعارض. شفت يعني يوم في الشغلات حلوه الدعم الجانب التعليمي، ايضا اكو مدارس سواء تهتم بالدراسات العليا والدراسات الاوليه الاساسيه، تحاول يعني ترفد بقية الأجيال، يعني مو شريحة القراء الكتب وغيرهما، يعني ترفد مثل ما يقول تساعد. أكو مدارس دولية عالمية يعني جاي أشوفها حتى تغنيك عن شهادة البكالوريا، يعني أنا قبل شوية شفت همات بالشسمه، وهذا الشيء يعني حلو وريد أكثر لفت نظر إليه. يعني احنا شوية بهاي السنوات السابقة فقدنا نوعا ما بسبب تشتيت الأفكار الإرهاب وغيرها، يعني واحد واقعنا هذا ولازم واحد احنا نريد مثل ما يقول زيادة في هاي المنتديات، رفد التعليم. الشعب حلو من يصير مثقف، حلو من يفتهم اللي عليه واللي إله حقوق واجبات كذا. نورتونا من نجف الأشرف، أتمنى لكم سفرة سعيدة وأكيد تستفادون بالمعرض. شكرا لكم وحياكم الله أخواني، الله يخليكم. أكيد مشاهدينا الأحبة بعد هذه الجولة الجميلة الممتعة انتهى الوقت بسرعة للأسف، لكن وصلنا للختام. تحياتي لكم من أرض معرض بغداد الدول للكتاب دورته 24 مع الزملاء محمد وكرار، وأيضا زملائي في القناة المخرج أمير. تحياتنا جميعا لكم، كانت معكم نور العلي. شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.